هي كأنما جزء من كل مادتنا اللي كانت الساعة 4 مفروض أنها تكون أصعب أو أشمل من هذه المادة. فأنا أرى بالنسبة لي أرى أن هذه المادة بالنسبة لكم هي مصدر الحصول على إشهادة في طريق لينكس. أولاً منهج معتمد من عند سيسكو وعلى إشهادة معتمدة. طبعاً هو هذا المنهج مش نتاج سيسكو، هذا اللهم معروض على منصة سيسكو، هو شركة اسمها نتورك اللي هي هذه NBG هي هذي جروب وهذي نتورك اسمها الاتصال على شنو هذي نتورك ديفلوبمنت جروب نتورك ديفلوبمنت جروب وهذا هذي منظمة تسوي مناهج أحد مناهجها تبع سيسكو عندها تبع لينكس عندها أكثر من كورس حق اللينكس الأول يسموه لينكس أسينشال وعندهم كورس بعد اسمه لينكس 2 الكلية والشباب اللي اختاروا انهم يدرسون لينكس أسينشال في هذه المادة من وجهة نظري أن هذه المادة جميلة لعدة أسباب السبب الأول الماتيريال حقها واضح ومرتب بشكل جميل الشيء الثاني المميز في هذه المادة اللي هو التتلاعب التتلاعب هذا عبارة عن قبل شوية اللي هو المحاكاة حقت اللينكس الكوماند لاين مالت اللينكس وهذا يعطينا مجال التدريب واسع من غير ما نسوي انستليشن ونسوي نتحرك معه اتصور ان التتلاعب ممكن الوصول الى حتى من برا سيسكو اتوقع ان في يمكن ابلكيشن او شيء لسه ما بعرف عنه لكن فعلا هو حاجه كويسه تعطيك انفايرمنت انك انت تشتغل من غير ما تسوي انستليشن او يصير انت محجوز على جهاز معين هذا شيء جميل فالنتلاب كويس وشهاده اللينكس كويسه والماتيريال سهل في الشباط الاولى وتسلسل الماتيريال بعد صاير نوع من السلاسة والشيء الجميل بعد ان التمارين النظرية والتمارين العملية موجودة وبكثرة في هذا المعنى تقدرون تتمرنهم عليها يعني انا اتصور اللي عنده المادتين هذا السمستر مثلكم راح يكونوا يعني بيقدموا اداء كويس في المادتين لان المادتين قاعد يكملون بعض فانت اذا دخلت في جو لينكس فانا انصحه بالشدة من الآن أنا بالنسبة لي كمدرس للمادة هذه أول مرة درست لينكس في الكلية السمستر الماضي فكبداية كان يعني لينكس من زمان ما تعاملت معاه من 10 سنوات ما تعاملت مع لينكس فكان في ردة لكن من دخلت على جو لينكس صار الموضوع كويس وصار ما تسوي تمارين وتسوي تجارب وأنا شنو دائما أنصح فيه إحنا الآن ما إحنا في عصر المعلومة المجهولة المعلومة صارت متاحة أنا الحين والله أستاذ زكي اليوم شرح وأنا ما فهمت عليه كل بساطة تروح على اليوتيوب تحصل شروحات للمعنى اللي قاعد يتكلم عليه بالهبل التوتوريالز موجودة بشرح المعلومة فأنا أقترح وبشدة موضوع التدريب يعني نتلاب هذا استغل له وسوي التمارين الموجودة فيه مثل ما طلعنا الأسبوع الماضي أول شابترين ثلاثة عبارة عن شيء مشترك في المادتين في اشياء مشتركه في المادتين موجوده في اول شابتر ثلاثه لكن من بعد الشابتر الثالث الرابع ندخل في اشياء خاصه بالماده هذه اللي تتكلم على لينكس بشكل خاص انزين هنا شوف لو جيت هنا شوف هنا ايش قاعد يتكلم هذا الشابتر الاول انتروداكشن تو لينكس هذا كلام مهم في شابتر 1 اغلبها حتى لو دخلت على هذا الشابتر انت تاخذ المعلومات الموجوده فيه راح تلقاها يعني الدراسة من هذا المنهج سهلة جدا ليش طلع؟ طب خلينا نصور بعدين just a second ليش
هو يعني إن هذا الشابتر كل السكشنز الموجودة فيه هذا موجودة. الشابتر أول مثلاً من أبسط الشباتر قاعد يتكلم على اللينكس إنه موجود في كل العالم يستخدمونه في كل المجالات. شابتر 2 يتكلم عن الكيرنر اللي إحنا غطينا موضوعه أصلاً في المادة الثانية وش هو الكيرنر، وهنا قاعد يجيب تعريفاً حرفياً للموضوع هذا. الشابتر 3 يتكلم عن الأوبن سورس، وش الأوبن سورس؟ وش يعني مفتوح المصدر؟ ويتكلم عن ديستريبيوشن الموزعين حق لينكس. انترودكشن هذه معلومات بكم معلومات معي. يتكلم على السي او اي اللي هو الكوماند لاين الموجوده في لينكس اللي هي طريقه كتابه الاوامر. هذا شابتر 1. شابتر جميل عباره عن مقدمه بسيطه حق لينكس. انزين لو على شابتر 2 احنا نشوف وش فيه. شابتر 2 يتكلم على الاوبريتنج سيستم. برضه شوف هنا بس الماتيريال الموجودة فيه اللي هو اللي يغطيها شابتر 2. الشيء الجميل يا شباب في هذا الموضوع انه شنو؟ ان كل شابتر فيه عليه اكزام، وهذا الاكزام بسيط جدا واصلا اجوبته موجودة في الانترنت. كانت تحط كورسات سيسكو عادة الفاينل اكزام او الشابتر اكزام ما تغيرها لانها عباره عن ريفيو للشابتر هذا. فانت لو كتبت وطلع شابتر 2 اكزام من اليوتيوب او من جوجل راح تحصل الاجابات حقتها، لان اصلا سيسكو ما تسويها كحاجه تغير فيها، لانها عباره عن مراجعه للشابتر هذا. انزين فهي قاعد يتكلم عن نظام التشغيل وأنظمة التشغيل واللايف سايكل، وهذا كان تكلمنا عنه احنا سابقا. ويتكلم هنا في مباراة بين مايكروسوفت ويندوز والابل واللينكس، شو الفرق بين ذولي الاوبريتنج سيستم. اوكي شو الفرق بين اللينكس والويندوز؟ انزين يقول لك الويندوز يختلف عن الابل واللينكس انه هو الوحيد المكتوب بلغه تختلف عن اليونكس. اوكي الويندوز مكتوب باي لغه؟ من يعرف؟ اتوقع لغه من لغه السي. السي الويندوز مكتوب بالسي. انزين هي اللغه الموجوده فيه، لكن الاوامر الموجوده في الابل والشغله هذه كلها يتعاملون مع نظام اسمه يونكس سيرتيفيكيشن. في تشابه بين الابل واللينكس. من يعرف وش اللغه المكتوب فيها الابل؟ مو لينكس، مكتوب بلغه اسمها يونكس. سمعت عن يونكس؟ يعني عن مراجعه سريعه. يونكس النظام القديم. لينكس في عندنا شيء اسمه يونكس. يونكس النظام القديم من لينكس. كان تعبير افضل للمصطلح هذا. اليونكس هو اللغه التي تولد منها اللينكس. اليونكس انشئ منه الابل، نظام الابل اللي هو الاي او اس مال شركه ابل. سووا نظام من اليونكس وهو مقلق. نظام الابل مقلق مو مفتوح للناس عدل فيه، لكن اللينكس تولد بلغه اليونكس وصار نظام مفتوح. زين هنا حتى مكتوب هذا الكلام موجود هنا في الكلام هذا، كيف تولدت لغه اللينكس. هنا قاعد يتكلم على التقسيمات مالت اللينكس، ونفس الكلام اللي احنا مرينا عليه قبل شوي. هنا ايش قاعد يقول؟ موزعين اللينكس قسمهم الى اربع مجموعات. مجموعه الريد هات، وينضم تحت الريد هات صاحبنا اللي هو السنتوس والفدورا. اوكي الريد هات تفرع منه السنتوس والفدورا ومجموعه ثانيه. اوكي في عندنا مجموعه الديباي تطلع من الابونتو. اوكي وسوى هو مجموعه ثالثه اللي هي مجموعه شنو؟ مجموعه انظمه التشغيل المخصصه اللي هي الاندرويد. سمعتوا عن الاندرويد؟ تعرفون الاندرويد؟ الاندرويد اللي هو موجود فيه الهواتف. الهواتف انتم تعرفون
ان الاندرويد عباره عن نظام مفتوح. صحيح. صح؟ فهو ماشي تحت نفس المظله. اللهم الفرق بين الاندرويد مش نظام لينكس كامل. نظام لينكس مخصص من الهواتف. معدل عليه. مو معدل، مخصص. بس معدلين على طبعا هو عدلوا عليها بناء على شنو؟ على احتياج عشان يشتغلوا على هواتف وعلى الكمبيوترات اللوحيه، يعني مش ما تقدر تسوي في نفس اللي تسوي في الابونتا وغيره. وفي عائله ثالثه اللي هي هذه ذا الشارح اللي مر علينا شفناه اكثر من مره قبل، هذه مع العائله الثالثه من عوائل موزعين اللينكس. وهنا في تعريف بسيط حق العوائل هذه، عائله الريد هات زين وعائله السوس سي. اتوقع هذا السوشي سوسي اتوقع ما ادري. اوكي هذه عائله ثانيه زين. هذا يقول لك اوجين ديفيرت فروم ستيك وير وار فيرست كومبلكس لينكس ات هاز ماني سيميلاريتيز تو ريد هات. The original company was purchased and كذا كذا كذا. Okay, this is how we have to go to Shmaya. Because why it's used in the next enterprise contained the reverted screw and sold as a server product. Open source is completely open, free version of the logistical packages. هنا اللي باي هذا طلع منها أبوتو، وهنا عندنا أندرويد اللي هي مخصصة لأنظمة التشغيل. في عندها رسبي، سمعت عن رسبي؟ ما رايك بالرسبي؟ وش الرسبي؟ الجهاز الصغير اللي هو حق صوفي اللي هو العاب كان زي حاجه يعني مرموج عليه مش حلو. برضه هو نظام لينكس مخصص، برضه مخصص يكون جهاز صغير يجونه تقدر تسوي تبرمجه ب يعطيك شويه تخصيص من اللينكس ما يعطيك صلاحيه كبيره. الريزبري هذا كمبيوتر صغير تقدر تسوي منه اشياء كثيره. انا امثل عليه او يشبه هو لحجمه نظام ال في عندنا نظام حق ال انترنت ثينجز شو اسمه؟ الريزبري يشبه هو كمبيوتر طبعا كمبيوتر تقدر تبرمج عليه كثير من الشباب تستخدمه. بعض الشباب سووا عليه بروجكتات جميله جدا زي ممكن تستخدمه انت مثل الأردوينو. ما يشبه الأردوينو لكن الأردوينو لو جيت تقارنه هو عبارة عن input output الرزبري أكبر يصير كأنك كمبيوتر كامل. في بعض المشاريع الناس تسويها على الرزبري بس تسويها على الأردوينو. أوكي هذا شابتر 2 برضو بسيط وجميل يتكلم على هذا يتكلم على الأنظمة المتخصصة الموجودة في السمارت تي في. عندنا نظام مخصص. اوكي هنا شابتر 3 يتكلم في الجد. شابتر 3 يتكلم على التعامل مع اللينكس. هذا شابتر محترم. هذا شابتر محترم طويل شويه وفي تفاصيل. لو لاحظت قبل شوي شابتر 1 وشابتر 2 كان عباره عن الماتيريال حقهم صغير لانه كان بس عباره عن انتروداكشن. شابتر 3 بيبتدي يتكلم على التعامل مع اللينكس وهنا تبتدي الاوامر. وما تبتدي الاوامر نبتدي نستخدم الابلكيشن تحكم اللي هو شو اسمه النت لاب. النت لاب كيف نتعامل مع اللينكس ونشتغل معه. بس في مشكله عجيبه كثير اذا سمعت فلس عامل انا لازم ترجع من البدايه. شابتر 3 يتكلم على وركينج اللينكس التعامل مع اللينكس. انا اعيد وازيد الماده هذه اللي يتقن الماده اللي قبلها اللي بالنسبه لي تعتبر بيس اوف كيك. هذه الماده تتكلم عن الف باء اللي احنا غطيناه في شابتر 1 و4 راح يكون جزء من الماده هذه عباره عن الماده هذه كلها. وانا اعيد وازيد عشان تكون متمرس في الماده هذه يو هاف تو براكتس. كل ما تعودت اكثر على اوامر اللينكس والتعامل معاه كل ما كان شغلك ان شاء الله يكون اسهل في المراحل الجايه. هذا الشابتر يتكلم عن وركينج ان لينكس وظيفته ما ادري ليش. وهذا الشابتر فيه اكزام. شوف لو لاحظتوا هنا في اكزام في كل شابتر في اكزام. شابتر 1 ما في اكزام، شابتر 2
شابتر 3 فيهم اكزامز، راح نرتب ان شاء الله مع استاذ علي رمضان متى نفتح الاكزام عشان تشتغلوا عليه. هنا قاعد يتكلم على شلون انت تسوي navigating in the next Linux desktop. في البداية يتكلم على Linux desktop كيف تتنقل في شاشات Linux desktop على الجوي. طبعا desktop عادة يكون graphics unit interface ما يكون بالكومند لاين. فهنا قاعد يتكلم في البداية شلون تتنقل في الجوي حق Linux، فيتكلم على التطبيقات الموجودة مع Linux. طبعاً اللينكس يا شباب يحاول إنه يكون نظام تشغيل متكامل يحتوي على جميع التطبيقات اللي يحتاجها أي إنسان في العمل. يعني إحنا في الويندوز عندنا وورد، الوورد بيشتغل على تطبيق الويندوز على أوبريتنج سيستم مال الويندوز. الهدف منه شنو؟ تحرير النصوص. إنزين اللينكس عندهم أبليكيشن يؤدي الى تحرير النصوص اللهم على بيئه اللينكس. الاكسل مثلا غير من البرامج هذه كلها موجوده عندك لها بدائل في عالم اللينكس. زي فيني قاعد يتكلم انه في عندنا سيرفر ابلكيشن، التطبيقات الخاصه بالسيرفرز موجوده على اللينكس. وهذا الكلام اللي بيكون في مادتنا الثانيه. احنا في مادتنا الثانيه راح نتكلم على اللينكس على سيرفر. في هذه المادة لا، يتكلم على جهتين، على السيرفر وعلى الديسكتوب. وفي عندنا ديسكتوب ابلكيشن، ويب براوزرز، تكست اديتور، ميوزك بلاير، انذر ابلكيشن. وفي عندنا تولز نستخدمها عشان نشتغل في الديسكتوب. هنا قاعد يحط تقديم السيرفر ابلكيشن، الويب سيرفر، برايفت كلاود سيرفر، داتابيس سيرفر، ايميل سيرفر. شوف هنا اللي فيكم يعرف في الويندوز وش الايميل سيرفر بروتوكول. في عندنا كذا بروتوكول، في عندنا البوب، وفي عندنا الاي ام دي بي. هذا بروتوكولز. البروتوكولز ما لها علاقه لا بويندوز ولا بلينكس. هذه انظمه نتورك تشتغل على كل أنظمة ما لها علاقة، فلا تتوقع أنك تحصل DNS، أوكي، Network File System، NFS، وهذه مجموعة من DHCP، شيء طبيعي عندنا DHCP في الموضوع هذا. هنا قاعد يتكلم عن Desktop Applications مثل الإيميل ومثل الكرياتيف، for the creative type vendor. images audio. هذا برضو برامج زي الاكسل. في عندنا الليبارا اوفيس رايتر، هذا برنامج اللي يشتغل بدل المايكروسوفت اكسل. ويب براوزر عندهم موزيلا، فايرفوكس، وجوجل كروم برضو يشتغل على لينكس. وهذه كلها معلومات نظريه. كونسول تولز، الشيلز اللي هو زي في تكست اديتور. هذه اسماء الشركات اللي تستخدم في الباكج مانجمنت. اوكي لحظه، هنا بس على الباكج مانجمنت، عاده تحديثات اللينكس يكون عباره عن باكج. احنا عندنا في العربي في الويندوز في شيء يسمونه حزم، مو حزم بيانات، حزم تطويرية أو حزم أمنية تنزل كتطوير للويندوز. برضو في اللينكس موجودة في حزم زي هذه، كل فترة وثانية ينزلون حزمة. الحزمة هذه تكون عبارة عن تطوير أمني أو تطوير إداري، وهذا شيء مهم راح نشتغل عليه في المادة الجاية. اسمعوني شباب، لما تتركون انتم لينكس إن شاء الله بكرة، اللي فيكم ركبها أمس واللي ركبوا واللي بيركبونها بكره، لما جيت تشتغلون بعد شوي راح تلاحظون ان في بعض الاوامر عباره عن حزم. هذه الحزم تحتاج انك تسوي لها انستول، ما تيجي باي ديفولت.
ما تجي بينهم مو 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 معنى انك تركبت لينكس في كمبيوترك معناها ان كل ال نفس انواع الخطوط. ايوه مو بس مو على مستوى خصوصا على مستوى اوامر وعلى مستوى اللي هو خدمات موجوده. انت لما تركب الليس يركب لك لينكس العادي، لكن كل ما حبيت مثلا تبغى تسرع الفاير وول في حزمه خاصه بالفاير وول نزلها يسوي فاير بي ان اس في حزمه خاصه، يعني ركبتها في اثناء السيتاب الاصلي او بعدين لو حبيت تضيفها تقدر انك تسويها انستول وتركب معك موضوع فري. اوكي افري لينكس سيستم نيد تو اد ريموف اند ابديت سوفت وير. In the past, this meant downloading the source code, setting up, compiling, and writing files into each system that required updating. Thankfully, modern distributions use packages, which are compressed file and bundle up application and its dependents, or require file gently specify the installation by making the right directories, copying the proper files into them, and creating such needed as symbolic names. Okay, if you're going to say something, a package manager, take care keeping track which file belongs to which package, and even downloading updating from repository. Okay, a deep web also has a package, كيف نزلها موجودة عندهم. Okay, هذا الRMB تبع تبع ريد هات. ريد هات يسمون الباكج ار بيز. اوكي وبرضه حتى هي قاعد يقول ان هذا النظام الثاني برضه عنده ار بيز خاصه يتكلم على ضغط التطوير والسكيورتي الموجوده باسورد ايشوز. اوكي بروتكت يور سيلف شلون تسوي بروتكت باسورد عند الانظمه الموجوده عندك. برايفت تولز. اوكي ذا كلاود. اوكي ولينكس ان ذا كلاود. حلو شفتر فري برضه يعطينا فكره على انظمه اللينكس. اللينكس يجي على شكل سيرفر ويجي على شكل ديسكتوب وفي عندنا مجموعه ابلكيشن هي من نهايه الامتحان نشوف شابتر 4 ايش. شابتر 4 يتكلم على اللايسنينج وهنا يتكلم على الكوماند لاين سكريبت. خلينا نشوف الكوماند لاين سكريبت. شابتر 4 يتكلم على اللايسنينج موضوع اللايسنس. اللايسنس في اللينكس عشان ما في لايسنس في اللينكس. اللينكس ما عنده رخصه ك سوفت وير لحاله، لكن احنا في عندنا ابلكيشن تشتغل على اللينكس. بعض الابلكيشن اللي تشتغل على لينكس محتاجه لايسنس. الاصحاب اللي سووها الناس اللي سووا هذه الابلكيشن يطلبوا عليها رخصه ان يبيعون. مو معنى ان لينكس فري معناها ان اي ابلكيشن عليه برضه راح يكون فري. في ناس قاعده تبيع داخل لينكس. انت مثلا تبغى تركب سيستم علشان الاديتور مثل الاوفيس والشغلات هذه، في اشياء مجانيه وفي اشياء عليها هنا قاعد يتكلم على الكوماند لاين سكيلز وهذا الموضوع هو السي ال اي هذا اللي موجود ككومنت بين المادتين موضوع اللي هو كتابه على الاوامر كتابه الاوامر في اللينكس. هنا قاعد يتكلم على اي هذا شيء جميل يتكلم عليه ما يتكلم على شيء يسمونه اليسن. شو اليسن؟ هذا راح ينقص احنا موجودنا في المحطه اللي احنا فيها. لما يصير عندك كوماند لاين انت تستخدمها كثير تقدر تسوي بالكوماند لاين هذا اختصار بدل ما تكتبها كلها تسوي له مترادف وهذا المترادف يكون قصير تستخدمه انت بدل ما تكتب الامر كله. مثلا انت تستخدم كثير امر اللي هو ls مثلا ماينس la هذا تستخدمه انت واجد. انت تقول انا ما قلت كل مره الاس مال اي ماينس اي تقدر تسوي الاسن انزين وتقول له الاس مثلا الاس هو نفس الاس ماينس الله يتصور كذا يكتبونه
أنا أتأكد الأمر مو بذلك، ولكن هذه كلمة أرسل تستخدم لي إني أنا أسوي المترادفة من الأمر اللي أنا أبغى أسويه. أوكي، فإحنا لو قلنا مثلاً man أرسل المهم انا راح اجيب السبريد حق بعدين. تقدر تسوي اختصارات انت تالفها خاصه فيك بعدين تتعلم طريقه كيف اسوي. اقدر اسوي اختصار عندي، اقدر اسوي اختصار عندي لامر انا استخدمه كثير، فبدل ما اكتبه كل مره كلها اقدر استخدم الاختصار ويكون الموضوع اسهل لي في عمليه الكتابه. فبرضه في سكريبتين، شلون في وش معنى سكريبت؟ سكريبت نص يعني. السكريبت انا اسوي لي كوماند يكون عباره عن باتش، زين اسوي له ران بشكل متواصل او بشكل دائم او بشكل بشكل يعني ران وان تايم. هو السكريبت عباره عن مجموعه اوامر. اوكي، شوفوا الشابتر هذا يا شباب، ابتدى الشابتر هذا في اول صفحه فيه الامر الرئيسي اللي هو اوكي. هذا الامر تكلمت عليه انا، ارض المكتبه اللي هو استعراض الملفات. الاس هذا استعراض الملفات الموجوده عندك، هذا اول امر موجود في المنهج حقكم. وطبعا ترى المعلوميه اللينكس كسر سلفك، يعني الاس بساعة انك ترتب ان ترى خطا ما عندنا شيء اسمه ls. شوفوا هنا، لكن لو كتبت ls انزين بالطريقه هذه بيعطيك الجواب. اوكي، فال ls بالكمبيوتر غير ls بالصمود. هذا الامر تحتاجونه انتم في الماده هذه. فال ls هذا اول امر حطه معانا اللي هو ليست، اختصار ليست لاستعراض ملفات. اوكي، شو عندنا امر ثاني؟ طبعا يا شباب من الاشياء الجميله انا ابغى اسوي رأس، لكن ما ابغى اسوي رأس لكل الدايركتوري اللي عندي، فاقدر اختار دايركتوري معين عشان يستعرض لي وش الموجود داخله بدون ما ادخل فيه انا. اوكي، فاقدر اسوي مثلا احنا عندنا هنا مثلا لما استعرضنا الدايركتوريز قبل شوي شفنا ان في عندنا دايركتوري اسمه فيديوز، فأنا أقدر أسوي ls مسافة، أسوي باك سلاش الظهر هذا وأكتب فيديوز. لا ثاني وأكتب فيديوز ال v كابيتال فيديوز. أوكي، في خلنا نشوف بدون v كابيتال، والظاهر لازم يحط دامه ممكن نسجمها في ملفات. صح زي خلينا نجرب نجرب الميوزك. هو فعلا يقول انت ما عندك مجلد اصلا اسمه كابيتال اسمه. لحظة، هذا
المجلد اسمه ميوزك مش اول شيء، في قبلها هي مجلدات ثانيه زين، في قبلهم مجلد. احنا لازم تاخذ المسار كله، يعني المسار كله عشان توصل او تصير داخله انت عشان تلحق فيه. هذا المسار مو بادي من ميوزك، في ميوزك هذا قبل المسار. اوكي لازم تتفق اول المسار عشان توصل له. اوكي في دبليو بي اتصور هذول الشباب الموجودين عندنا مجلد الاي تي سي لين مساعد العالم في الهوم. استاذ العارفون خلنا نجرب سي دي هوم نسوي بس من الهوم. لا مش الهوم. اوكي نسوي اتوقع في الاي تي سي انا يمكن الاي تي سي صحيح. طيب بس لا ما مش اليوزر هذا هو يمكن حصل الميديا كان اسمه الميديا. لا لازم تطلع من الروت. اطلع من الروت سي دي سي دي اروح على ايش؟ على اليوزر. وش اسمه اليوزر؟ نرجع نرجع في فايل بعد يوز سي او يمكن على اليوزر. في عندنا يوزر من اليوم موجود. اوكي لو رحنا على سويتش يوزر سويتش يوزر اليوزر اللي كان موجود من ساعة اسمه سيستم ادمن. سيستم ادمن اوكي هذا سيستم ادمن. خلص لو شيء كان الابيض اوكي احنا خلينا نجرب المثال اللي موجود عندنا هنا. شوف هنا حاط مثال انك تسوي ls على مجلد اللي هو ATC داخله اي بي. خلينا نجربها. طبعا في عندنا امر اسمه كلير شو يسوي كلير؟ يمسح الصح صح ينظم من الجو عشان تشتغل بشكل أكبر كويس. ls atc بعدين bb. اوكي جرب المجلد الموجود الاخر بس احنا حنحكي ذلك بساعة ما شفناه. اوكي يعني ندورهم كيف نوصل للمقدار. اوكي فانا اقدر استعرض المجلد حتى لو كنت انا ماني داخله، لو كنت برا اقدر اجيبه. اوكي ايش عندنا بعد؟ هذا امر احنا جربناه قبل شوي. هنا قاعد يتكلم على ls minus r. هذا يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن اوبشن. انا لو حبيت اني استخدم اوبشن زين فنيجي ls minus a. ايش معنى minus a؟ يعني الكل a معناها الفابت. اي صح زين طلعت اياهم. شوف انا دي بالهيومن داونلود ميوزك بير بيكتشرز بابليك بالهيومن
ضيعت اياهم بالترتيب الابجدي ماينس ال ضيعت اياهم بالتفاصيل بالتفاصيل كلام اوكي ماينس ال اي زين يسويهم لون والفابت لون ناخذهم اللهم الفابت بس زين عندنا ماينس ال تي وش ماينس ال تي التي برضو بالتايم طلع لك يوم حسب التاريخ مرتبين حسب التاريخ تاريخ ال تاريخ الكرييشن اوكي ففي عندنا مجموعه اوبشنز هذا المنهج هنا قاعد يتكلم على الاوبشنز ومزايا استخدامها في نظام اللينكس هذا الشابتر اسمه اوبشنز اسمه اوبشنز يتكلم انك انت لما تستخدم الامر تستخدم شنو يعني قاعد يستعرض اشياء ثانيه في ماينس ار ماينس ار اوبشن لو غيرت الاوبشنز الموجوده اتصور طيب اوكي شوف انا حسويت مان حق ال اس هنا قاعد يبين لي الاوبشنز الموجوده في ال اس زين هنا شوف عندنا اي شوف في عندنا اي وفي اي كابيتال سأل ما هي محسن اللي هو المان اللي هي زين فهنا طلع لي كل الاشياء اللي تستخدمها شوف ال وكل الاوامر ام اس يو وفي كابيتال في سمول بالنسبه لهذه الاوامر شوف هنا في الصفحه هذه قاعد يستعرض معاك الاوبشنز الموجوده في الار اس او كل واحد مثلا يحتاج طبعا يا شباب اكثر الكتب اللي تتكلم على اللينكس تحاول تضغط بكتاب الاس ليش؟ الاس ايش ميزته؟ امر استعراضي مش امر تنفيذي يستعرض لي الملفات اللي انا قاعد اشتغل عليها اوكي فهذا الشيء كويس عشان احنا نتعلم بدون ما نخرب اي شيء من المنهج الاس مش استعراضي دائما دوام دايركت واجد تعبانين شنو هذا؟ تعال كذا لما تساعدوني انتم صارت حالتكم السيئة بتدرون ان اليوم هذا اول يوم عندي اول يوم اليوم من اليوم احنا كل يوم وضعكم سيء جدا اوكي انزين في عندنا شيء جميل احنا نستخدمه المدرسين واجد احنا مدرسين نستخدمه واجد اللي هو الهيستوري هيستوري هذا الامر كويس طلعني انت ويش سويت سويت من اوامر وهذا الشيء ساعدني انا كثير اني اراجع وراك ان انت سويت العمليه هذه او لا بالنسبه لي انا لما كنت امتحن عملي ما كنت اخلي الموضوع على الهيستوري احاول ان الطالب يسوي شيء يكون ملموس اقدره ملموس حتى بس الهيستوري احتاجه في اني ارجع أشيك هو ويش كتب طبعاً الهيستوري هو أمر مباشر اسمه هيستوري تكتبه أنت دايركت اسمه هيستوري يطلع لك أنت ويش الأوامر اللي كتبتها قبل هذا الوقت وايد وسوينا كلير إذا طلع هذا الرسالة البيضاء استاذ 8 نقاط طبعاً يا شباب في شيء جميل في عالم اللينكس التاب يكمل لك الأوامر اوكي مثل الموجود في الباكت تريسر يعني الحين هيستوري ما ادري اكتبه كله بس اتش اي اضغط على تاب هيستوري بس الامر راح يكمل لك اياه وهذا الشيء راح يسهل عليكم عمليه الشغل مع ال شلون استاذ نسوي؟ اتش اي واكتب وحط تاب يكتب لك هيستوري كامل اكتشاف الاوامر كل الاشياء متى عندك اياها مثلا حطيت اتش ما راح يكمل لو حطيت اتش وكتبت تاب بيطلع لي كل الاوامر اللي بدايتهم اتش برضو حلو انا كتبت اتش بس صار يشبه في السبلينج يعني ايش صار في موضوع السبلينج هذا شيء ممتاز جدا هذا ممتاز جدا في انك انت تعرف اتش بعدين تاب استاذ بس انت تذكرون بكارثه بيئيه اتش لو سويت اتش وتاب بيطلع لي كل الاوامر اللي جايه من الاتش سنة من السنين في واحد من الطلاب قال لي ما عندنا في عندنا تاب يطلع الأوامر أصبح ليش نحن نقابل؟
نجي والحرف تار يمشي الحروف انزين جاء ويحط تار في ال باكيت ليش رحت معهم استفهام استفهام ضرعك الأوامر طيب إذا أنت ما في راسك شيء ما تقدر تمشي ما في هنا استفهام الاستفهام يفيد اللي في راسه شيء لكنه نسى شيء أوكي أما أنك تجيني نظيف وتقول لي استفهام تعال ساعدني هذا كلام مو صحيح فمثلا هيستوري نفترض إن هيستوري اسمك هذا صعب عليك كتبت H زي ميل كل أوامر من بدايتها H أنت تشوف صاحبك فين هو هذا هو هيستوري هذا موجود هنا تقدر تكتب HI لأنه ما في عندنا أمر ثاني في HI نكتب أي نكتب لنا كل الأوامر اللي استخدمناها إحنا في هذا السيشن وهذا إحنا أنا يفيدني كمدرب بس إني أصحح أنتوا وإيش كتبتوا وشيء كتبت الأمر هذا فعلا أو لا يبين معه بس أنا لما أمتحن الطلاب على الامتحانات العملية ما أكتب شيء وأستنى هيستوري أكتب شيء وأنا بيصير في نظر ملموسة أقدر أوصل لها بسهولة بعدين. أوكي إيش عندنا بعد؟ وهذا كله استعراض جميل أنا أنصحه بشدة أي واحد ناوي يتعلم معانا إنه يمشي مع لينكس حبة حبة. وأنا أرى إن اللي هو هذا النتلاب لفظة نوعية بيسهل موضوع التدريب على لينكس. سبب السبب الواضح إنه ما سوينا هذا. السكشن فكنا كنا نعاني مع الطلاب في موضوع تنصيب اللينكس كنا في معمل المعمل هذا يدرسون فيه طلاب يدرسون فيرتشوال ويندوز سيرفر فكانوا يفتحون فيرتشوال بوكس وكانوا يفتحون فيرتشوال بوكس شافوا لينكس سيرفر اللي مغفول ايوه هذا الارتفاع الصحيح سوي لهم زحمه ممكن بهدلونه كل يوم نجي نشوف احنا نسوي مشكله ايش معناها لما تنحذف معناها محاضره جديده بقينا كل محاضره قاعد نسوي انستليشن حق البيت وكل يوم يحذفون لا تشتكي هاي وعند المدرسه علمنا طريقه لكن بعد ما ضاع وقت طويل بعد في محاربه المجرمين أصحاب الويندوز سيرفر. أوكي يعني ففي عندنا حالة نتعامل علمت أستاذ نواف وعلمت أستاذ عائلي إن شاء الله يساعدكم على أن نحارب ذول الجماعة المخربين. أوكي شلون تقدر تحفظ ملفك بحيث أن هذا ما يشوفه بحيث أن لو جب عليك ما يحرف شيء. أوكي فاريبلز نو كان فاريبلز شلون تسوي فاريبلز اللي هو المتغيرات. لو حبيت سيف فاريبلز هي الموجودة عند الكلام. Environment variables وكل هذه الأشياء عملية الباث variables command type internal command external command الليسنس هذا اللي أنا كنت مساعدة عليكم عليها اللي هي عملية المترادفات أنت لو عندك أمر قمت بتسوي له اختصار تقدر تستخدم هذا الليسنس من الداخل LS 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 مثلاً أضغط يساوي طعام تحط شو اسمه علامة تنصيص تكتب الأمر بالكامل لو حبيت تسوي إلصز مثلاً أنا دائماً أكتب LA minus LA مثلاً LS minus LA فبصير اختصار LL أجي أكتب إلصز LL يساوي أفتح علامة تنصيص أكتب LS minus LA اللي هو الأمر كامل كذا الحين في المستقبل بس أكتب LL طلع لي كاتب ترشيد يطلع لي إياه كأني كاتب LS minus LA هذا الأمر الحين صار له مرادف عندي اسمه LL موجود عندي أنا أنت لو تجي تشتغل على النسخة اللي عندك ما في شيء اسمه LL أنا وفرت لي علشان أنا أوفر على نفسي وقت فإنشاء اختصارات زي ويندوز في شيء زي كذا في ويندوز كيف تسوي اختصار معين كنترول سمثينج يؤدي إلى فتح شيء معين في أشياء جاهزة في أشياء تقدر أنت
طيب سويها تخليها تصاري عاديه نتيجه معينه توفير له لو اقول واتس بالضبط ايش لو اقول واتس بالضبط مش راح يعرف خلينا نجرب سؤال جميل وات از بالضبط ما عندي ما اعرف هذا بالضبط طيب كيف اشوف تستخدم الاتصالات اي حلو في امر يستعمل الاتصالات الموجوده عندك كلها نسيته بس هو في امر تكتب يقول له طلع لي مسج يبين لك كل الاتصالات موجوده عندك وايش تبغى انت تضيف عليهم تسوي ما هو نفس الشيء انا استخدمت الامر بس الحين ما قادر اتذكره بس في امر يعرض لك الاسس اللي عندك كلها خلينا نشوف مثلا الاسس اي هذا بس تكتب الاسس بس بس تكتب الاسس بس ويطلع لك ايش اي في امر برضه حق حذف الاتصالات زين في امر حق حذف الاتصالات تقدر تحذفها طبعا انت لو تسوي هيلب على الاسس بيعطيك الامر لو بغيت تحذف الاتصال انت موجود في طريقه جميله ان شاء الله حلو الكلام؟ اوكي خلنا نكمل هذا الشابتر سريعا تسوي فانكشنز فانكشن هذا حاجه كبروجرامينج زي ما تسوي كوتيشن معنى كوتيشن تسوي دبل كوت اوكي هنا قاعد يستعرض معنا ابرز الاوامر باك سلاش كاركتر يعني هذا كله كنترول ستيتمنت هذا سمي كولون اللي هو استخدام السيمي كولون اللي هي فاصل مفصل مربوطه يساعد بانك انت تطلع مجموعه من الاوامر مع بعض ايش قاعد يقول في عندنا امر اسمه كالندر فقاعد يقول اعطني كالندر مال شهر 1 2030 سيمي كولون كالندر شهر 2 2030 وسيمي كولون كالندر شهر 3 2030 فكانك انت تسوي بالسيمي كولون مجموعه من الاوامر من خلال امر واحد خلنا نجرب كالندر كالندر يكتبون كال كال مثلا شهر 21 اوكي طلع لي كالندر مال شهر 21 لو حبيت اني احط شهر ثاني معاه احط سمي كولون واكتب كالندر شهر 25 تكتبها مره ثانيه كالندر فضل على الحين شهرين شهر 21 مع شهر 25 اذا انا ابغى اجرب شيء جديد ابغى كالندر مال 2020 مع ال اس ماينس ال اي اشوف يمكن كذا قلت له عطني الكالندر مال شهر 21 ومعاه سوي لي ار اس اللي هو استعرض مال ملفات ففعلا اعطاني الكالندر والملفات فاضي هنا الكالندر هذا الملفات باستخدام السومي سيمي كولون اللي هي الفاصله اللي هو فشيء جميل يعني حلو انك انت تعرف امكانيات السيستم اللي قاعد تشتغل عليه في عندنا الدبل البرست وفي عندنا دبل باي اللي هي هذه شو تسوي دبل باي هذا معناها اور زين يعني نسوي كذا والا الشيء الثاني هذه عباره عن شغله خمسه تتكلم على ابرز المهارات الموجوده في الكومنت اوكي انا اضافتها بحالكم سوف اختصر هذه المحاضره انا شفتكم يعني يكسر الخاطر وضعكم جدا سيء انا استلت نفسيا صراحه انا اليوم ترى طويل عندي ترى اليوم هذا عندي من اسوء الايام انا الصبح مداوم كله والعصر معاكم محاضرتين انا ما في عندي يوم في هذا السمستر اقول هذا اليوم عندي روحنا بالصبح انتم موضوعكم فيها مشهور الله يكون في عونكم في عون.
إبراهيم البريك، باسل المطوع، بدر الشهري، بويت الخالدي، حبيب المرعي، حسين البخاري، حبيب بن حبيب، حمد الثواب، فين حمد؟ في أكثر من ثواب صح؟ مو أنتوا عائلة واحدة، في أكثر من ثواب. أنت مو من ثواب الحسن. حسا أي مكان؟ إيش؟ العيون. إيه بس في ثواب ثاني في. إيه. في البرز وفي النعم. خالد الشعلان؟ والنعم. خالد الشعلان مش موجود. والله السنة اللي طلع هنا السنة. يا موجود. أنا اللي راح يوم. أوكي راشد. عبد الرحمن الصانع. عبد الرحمن الغوينة، عبد العزيز الطيري، عبد العزيز الحبك، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الصالح، عبد الله الصحان قلنا، عبد الله الصوية، عبد الله الصالح، عبد الله الكاروف، الكاروف. عبد الله الصبور، عبد الله الفيفي، عبد الله الجلاب، الجلاب، عبد المسلم الصبي، عبد المهدي العقيل، فارح الدوسري، مبارك المبارك، محمد السليم، محمد الغنيفر، عمر الشهري، اللي حضرت المريضة، محمد آل حارث، نايف السبيعي، نايف السنهي، هشام القعيني، وضعكم سريع، لا والله، أشبه لي ما عندكم من الصبح، ما عندكم صار الماء.